كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على قلوبهم سيء أعمالهم، وغطت على أعمالهم ذنوبهم، غطت على قلوبهم ذنوبهم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما تفسر به هذه الآية الكريمة أيضا، قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت، إن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء، حتى يغطى القلب كله. ثم تلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: هذا هو الران الذي ذكر الله في كتابه. وأيضا يفسره الحديث الآخر: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت عليه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت عليه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالحاصل من ذلك أن الشخص إذا لم يتعاهد قلبه وتركه مهملا ملوثا، بعد ذلك تنكر المعروف وتعرف المنكر، تصحح الباطل وتبطل الصحيح. فلذلك على إخواننا أن يتفطنوا لذلك، لك إذا لم تستغفر الله وتكثر من الأعمال الصالحة، بل تذنب الذنب بعد الذنب، ترتكب المنكر بعد المنكر، بعد ذلك إخوانك يناقشونك، وإذا بالغباء والجهل والضلال مخيم عليك، وما ذلك إلا لذنوبك التي طمست على قلبك، فأصبحت لا تفهم ولا تعي ما يقال. خط مع الخائضين طعنا في هذا ولمزا وغمزا، وأهملت نفسك ولم تتعاهد بالاستغفار وبصالح العمل وبالذكر، فأصبحت لما أهملتها ولوث القلب بالذنوب واسود واظلم، أصبحت تجادل عن الباطل وتظنه حقا، وأصبحت تحارب الحق وتظنه باطلا، وأنت الذي بك الآفة، وأنت الذي بك الآفة، فقلبك اسود وأظلم، ولم تعد ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا، وكل بحسب في هذا الصدد. فكلما تلاطمت الذنوب على القلوب كلما ازداد السواد عليها، حتى آل الأمر بشخص أن يقول عن الكتاب العزيز إنه أساطير الأولين. فربنا قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، اسودت قلوبهم فأصبحوا لا يميزون الحق. فلذلك وكما قال تعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله، فيلزمنا أن نكثر من الاستغفار ومن الذكر وعدم ظلم العباد، حتى لا نفقه المسائل على غير وجهها الصحيح. وينبغي أن تنصف حتى يبيض قلبك، أما إذا كنت ملوثا بالذنوب ملوثا بالمعاصي، أيقن أنك لن تهتدي إلى كلمة الحق وإلى الكلمات الصائبة، بل ستجادل أهل الحق وتظن نفسك أنت المحق، ستجادل بالباطل وتظن أنك محق، ولن ترزق الفهم الصحيح عن الله ورسله. وكما قال أو كما يذكر عن الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قال تعالى: كلا إن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
ولذا يلزمك أولا بأول أن تراجع نفسك وتبحث عن سلامة قلبك. ونبيكم يقول عليه الصلاة والسلام: إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغين طبقة رقيقة تكون على القلب، طبقة رقيقة جدا تكون على القلب، فيبادر النبي بإزالتها باستغفاره في اليوم 100 مرة. فيلزمنا أن نحرص على سلامة قلوبنا الملوثة بالاستغفار وصالح الأعمال. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكما أنهم حجبوا عن الحق في الدنيا وحجبوا عن قول الصدق في القرآن وشهدوا على القرآن شهادة زور، فقالوا عن القرآن أساطير الأولين، فكذلك يحجبوا عن رؤية الحق تبارك وتعالى يوم القيامة، يحجبوا عن رؤية الله يوم القيامة، فيصاحبهم هذا العمى الذي كان في الدنيا فلم يروا الحق حقا، فيحرموا رؤية الحق تبارك وتعالى يوم القيامة كذلك. ثم قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالجزاء